والله هون كنا بنحكي هون ما حسينا الا طيارة اجت وضربت صاروخ. شايف عينك يعني طلع شب طوابق هون نقوش مدنية نزلوه. استشهد بنت صغيرة عمرها 8 سنين ومرة طلعناها الحمد لله كمان اخذوها. طيب هي هون هون في ارهابيين هون عساس هدنة وما هدنة. هاي هدنة لمحل شو اسمه مدنيين عم بضربوا بس طلعوا. وين في ارهابيين هون عنا؟ واذا احنا ارهابيين ما بعرف، تفضلوا شوفوا بعينكم انتم.